أن نتصل بالأستاذ عبد الحفيظ كورتل المستشار القانوني لقناة النهار. أستاذ مساء الخير. ألو، مساء الخير أستاذ. مساءك طيب. أستاذ، كما لليوم الثاني على التوالي يعني ومنذ إعلان حركة سلك القضاة، تتواصل القبضة الحديدية طبعا بين وزارة العدل والقضاة. من الناحية القانونية، تصر وزارة العدل على عدم قانونية هذا التحرك الاحتجاجي من القضاة وعدم، خلينا نقول، إخلالهم بواجباتهم وهم الأجدر باحترام القانون والسهر على تطبيقه. السؤال، أين الخلل تحديدا أستاذ كورتال؟ والله سأحاول أن أكون موضوعيا، أو على الأقل سأحاول أن أكون قانونيا. تعرفي أنه من بين الأجهزة التي يمنع عليها الإضراب هو سلك القضاء، نعم، وهذا شيء لا أبتدعه ولا وليس برأي شخصي، ولكن الذي يجب أن يعرفه الجميع أنه هناك عدة أسلاك في الجزائر لا تملك حق الإضراب ولا تملك حتى حق توقيف العمل القضائي. هذا للتوضيح فقط. الآن الإفراج عن حركة تحويل القضاة التي كانت حركة أظنها جذرية باعتبارها مست حوالي 50% من قضاة الوطن، نظن بأن الأمر ربما يساعد البعض ولا يساعد البعض الآخر. يلام على هذه الحركة أن توقيتها غير مناسب. نعم. بمعنى أنه أنت تعرفي بأن القضاة عندهم كما كل الناس عندهم عائلات، عندهم أطفال متمدرسين، هناك القضاة الذين يؤجرون منازل. يعني كان من المفروض تكون الحركة على الأقل في سبتمبر أو تترك لما بعد الانتخابات. بمعنى أنه كان ممكن أثناء العطلة الشتوية الإفراج عن هذه الحركة، ومن ثم يقدروا القضاة يحولوا أبنائهم، وربما أيضا يقدروا حتى يدبروا أمورهم السكنية. طيب. والاجتماعية. يعني هذا ما يلام، فقط يلام التوقيت، أما الباقي فإن نظن بأنه لا يمكن إرضاء الجميع. طيب. الآن الحركة أفرج عنها، هل يحق لكل قاضي أن يرفض الالتحاق بمنصب عمله الجديد؟ هذا هو السؤال، أنا لا أستطيع أن أجيب. طيب، أنا أطرح أستاذ كورتال أطرح السؤال بشكل آخر. يعني الاحتجاج جاء بعد الإعلان عن حركة سلك هذه الحركة التي مست حوالي 3000 قاضي كما كنت تتحدث قبل قليل، وهي حركة غير مسبوقة بمصادقة المجلس الأعلى للقضاء طبعا، كما جرت عليه يعني العادة، جرت على هذه التغييرات طوال السنوات. فما الذي تغير الآن؟ هل أنه العملية لم تكن مدروسة كما يقول القضاة، ولم تراعي فقط الآثار الاجتماعية عفوا، أم أن المسألة هناك قراءة سياسية أخرى يعني للموضوع؟ لا، أنا أظن أن الظروف قبل شهر أو شهر ونصف على الانتخابات الرئاسية، أظن بأن الحركة لا تخدم مسار الانتخابات الرئاسية، خاصة وأنا أخاف أن تستغل هذه الحركة من طرف جهات وأقليات. نعم. وأشخاص لأجل إفساد الرئاسيات. يعني وهذا الأمر تستثمر فيه الكثير من المواقع الإلكترونية المعادية للرئاسيات والمعادية لاستقرار الجزائر، وهذه حقيقة أقولها، أنا مواطن جزائري قبل كل شيء وأتابع هذا الشأن بالكثير من الحذر. نعم أستاذ كورتال، في هذا السياق حبيت نذكر فقط أنه نقابة القضاة أصدرت مذكرة توضيحية تقول فيها لأعضائها أن قرار مقاطعة العمل القضائي يستثني القيام بالمهام المتعلقة بالتحضير للانتخابات الرئاسية. لا، ولكن بعيدا عن هذا، نقابة القضاة تقول بأن الوزارة لم تستشيرنا، والمواطن يقول لك نقابة القضاة لم تستشيرني. يعني أنا أتحدث من باب أن هذه الحركة، وهذا منطق طبعا، أنا مواطن جزائري ككل المواطنين، المواطن تعب وعياته الحياة، هذه الحياة السياسية منذ الحراك إلى الآن. بمعنى أنه كل الأحداث لا تصب في باب الخروج من أزمة أو من البحث عن حل، كل الأحداث فيها تعطيل لمصالح المواطنين، فيها تعطيل كثير من الأمور. أنا أتحدث عن جو عادي تعيشه الكثير من الدول، جو عادي من الحياة السياسية ومن الحياة اليومية والمهنية.
يعني انا لا اتدخل في عمل القضاة وفي اغرابهم، انا فقط اعطيت وجهة نظر القانون كرجل قانوني. يعني نظرا استاذ كورتان، نظرا للاستجابة الواسعة للاضراب الذي دعت اليه النقابة، هل يعتبر ذلك بين قوسين استغلال للمطالب المهنية القديمة واللعب على الجانب الاجتماعي للقضاة والزج الوزارة في صراع سياسي بين قوسين استاذ كورتان؟ والله لا استطيع ان اعطيك يعني حقيقه هذا 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 هذه الازمه الموجوده الان في سلك القضاء، ولكن الذي اعرفه ان هناك من صححت اوضاعهم اثناء هذه الحركه، يعني اشخاص ظلموا، قضاة ظلموا ثم اعاد لهم الاعتبار، وهناك ايضا بعض القضاة ربما اللي اصابهم بعض الضرر من هذه الحركه، ولكن انا اظن بانه المشكله انه لا يمكن ارضاء الجميع، يعني ما نقدروش كل انسان نعطيه له الخيار وين يروح، يعني انت قاضي تريد ان تكون في مكان معين، ربما المكان هذا يمكن ان يكون رغبه عشرات القضاة، اذا نظن هل الصلاحيات هي صلاحيه وزاره العدل او ممثله في شخص في شخصيه المسؤول على القضاء، ام ان الامر اختياري بمعنى انه لابد ان تستشار نقابه القضاة، وهل قانونيا يحق لنقابه القضاة ان تتدخل في تحويل القضاة؟ هذه هي الاشكاليه. وهنا الاشكاليه. نعم نعم استاذ كورتان. هل هي نقابه مهنيه تهتم بشؤون القضاة المهنيه والاجتماعيه، ام انها شريك يسمح له القانون بالمشاركه في حركه التحويلات والتعبير عن رفض القضاة الالتحاق بمناصب معينه او كثير من الامور المتعلقه بالمهن؟ ولكن على كل حال الوقت حساس جدا وايضا حساسه جدا. يعني انا نظن بانه القرضه الحديديه التي تستعمل من كل طرف او محاوله لي الذراع التي يحاول ان يستعملها كل طرف لا تصب في مصلحه الجزائر. انا لست قاضي ولكني مواطن ايضا، عندي مصالح وعندي مشاغل في المحاكم، اتمنى ان توجد ارضيه ربما لي ما نقولش ازمه ولكن للخروج من هذا. نتمنى ذلك الاستاذ كورتال. هذه الوضعيه. ولكن الاهم من كل هذا، وهذا رايي الشخصي، الاهم من كل هذا لا تنتقل ان تنتقل مثل هذه الممارسات الى قطاعات اخرى. طيب استاذ، اكثر من ذلك اتمنى ايضا ما تكونش طريقه الان لكل جهاز انه ربما عن طريق الاضراب يوقف مسار اجهزه كثيره في الجزائر. نعم، واجهزه حساسه ايضا. نعم، هذا رايي الشخصي كمواطن، وانا عندي الحق نعبر على رايي كمواطن طبعا. نعم، استاذ كورتال المستشار القانوني لقناه النهار، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات، والان